أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة، معنا اليوم ضيفتان المميزتان مدام عائشة ومدام فاطمة من أورلا بيوتي سالون. أهلا وسهلا فيك. بداية نشكر تواجدكم معنا اليوم واستضافتكم الجميلة لنا داخل الصالون اللي رائع. ممكن تحكوا لنا بداية عنكم، كيف كانت بداياتكم مع البزنس؟ طبعا صالون أورلا تأسس من شركتين، شركة أورلا اللي هو الصالون، وصديقتي المصممة الإماراتية فاطمة كرمستجي كان لديها بوتيك ملابس، وقررنا أن إحنا ندمج الشركتين مع بعض عشان نسوي شيء متميز للمرأة وأنه يكون مكان متكامل للمرأة. الشركة هي ستيتش آرت، نحن من 6 سنين الشركة قائمة في دبي، وسبحان الله بعد معرفتي بعاشة هي دائما كان عندها حلم انها تفتح صالون، وانا دائما كان عندي حلم انه يعني بوتيكي يكون في مكان خاص بالنساء، يعني ما يكون في اي مركز تجاري في انه مثلا الريايل يمرون او شيء. فسبحان الله يعني كانت الفكرة ان ندمج فكرتين مع بعض فطلعنا بهالمشروع. جميل جدا. مدام عائشة، ممكن تحكي لنا مزيد عن الخدمات اللي بتقدموها داخل الصالون؟ طبعا كصالون نسائي وصالون أورلا يتميز انه عنده أكثر من سكشن. عندنا الشعر اللي هو بيكون فيه تساريح الشعر، بيكون فيه الصبغات، وطبعا نتميز عندنا صبغاتنا ان نحن عندنا من براندات معروفة، وعندنا طبعا الأمونيا فري والصبغ العادي. ثاني شيء بعد يتميز في قسم الشعر الأورغانيك تريتمنت، والأورغانيك تريتمنت يوم نتكلم عن الأورغانيك إن هي 100% أورغانيك، يتم تحضيرها يعني عند دخول الزبونة للصالون، فيتم تحضيرها بمنتجات طبيعية 100%، ويكون طبعا في الأورغانيك تريتمنت يجب الاستمرار عليهم عشان نشوف النتيجة الأفضل. وغير ذلك طبعا عندنا براندات معروفة للتريتمنت للشعر. النيل سكشن أو الأظافر يتميز أن إحنا ما شاء الله موظفاتنا متميزات في التنظيف البديكير المانيكير العادي البيسك، وطبعاً عندنا النيل آرت اللي هو الديزاينات اللي تستوي على الأظافر. وبعد في قسم الأظافر عندنا تميز في تريتمنت، وعندنا تريتمنت الذهب اللي هو رويال جولد، اللي هو تريتمنت خاص في الأظافر يسوي ترطيب للأظافر، وبتكون طبعاً بمنتجات الذهب الطبيعية. وفي بعد اكثر من تريتمنت موجود اللي هو مثلا الجلافز اللي يعطي ترطيب لليد والرجل، ونتميز فيه هو انه مو بكل الصوالين عندهم هذا المنتج. طيب مدام فاطمة، بدنا من عندك لمحه بسيطه عن الستايلات والاقمشه والاشياء اللي ميزت ستايلاتك والعبايات اللي عندك. انا عندي درسات وعندي جلابيات اماراتيه ومغربيه، فيعني نحن اللي ميزنا ان احنا نشمل كل الكولكشنز، يعني من فساتين، من درسات، من جلابيات، من عبي. وغير هذا عندنا قطعنا الخاصه، عندنا قطع خاصه بستيتش ارت، وعندنا قطع يعني الزباين هم يحبون انهم يفصلونها بنفسهم، فنحن نوفر لهم اللي هم يحبونه. ففي زبونه تي تقول يعني مثلا ابي فستان خاص فيني، نصمم لها الفستان، يعني نحن نطلع الزبونه وهي مستانسه عندنا، اهم شيء يعني وفرها كل اللي هي تبغاه. جميل جدا. طيب لو حبينا ناخذ منكم نصيحه، باعتبار انتم رائدات اعمال اماراتيات في الامارات، شو نصيحتكم لاي اماراتيه او اماراتي او وافد او وافده عندهم اهتمام يقدموا او يبداوا بزنس او استثمار داخل الدوله؟ طبعا اول شيء اي انسان، انا اقول دائما الطموح الطموح الطموح. نحن في دوله الامارات طبعا دوله وايد تدعم المشاريع، ومثل ما قلنا ممكن الواحد يطور نفسه في الإمارات وفي أي يعني في أرجاعها كامل. ثاني شيء الاختيار، يعني دائما قبل ما تبدأ أي مشروع لازم تسوي دراسة، الدراسة تكون صحيحة، تعرف اختياراتك وين توجهك، منو هي الطبقة اللي أنت بتكون يعني بتخدمها. فهذه الأشياء كده ضرورية للمستثمر. وثاني شيء الفكرة المميزة، مثل ما نحن بدينا مع بعض كشركتين مع بعض، فهذا كان الدمج يساعد في الأفكار ويساعد أن إحنا نكون يعني متميزين عن الغير. هو اللي ميزنا يعني التعاون من بيننا. وغير هذا أنا أقول يعني كلمة بسيطة، يعني نصيحتي إنه ابدؤوا، don't wait، عندكم فكرة، عندكم حلم، حققوها، لا يعني لا تنتظرون أي شيء، ما في حد
يعني ما في شيء يوقفكم. عندكم حل؟ يلا قوموا وسووا. طيب باعتبار ذكرت الأحلام، ممكن نعرف شو خططكم المستقبلية وين الأحلام وديتها؟ والله أحلام كثير ما بنخلص. أعطينا بس إن شاء الله يا رب كلها تتحقق يعني بسنوات القادمة. يعني هذا أصلاً نحن روحنا يعني الدمج اللي كان بيننا هذا روحه إنجاز. إنجاز. وكان حلم يعني هذا أول تعارف كان لنا سبحان الله يعني يوم شفتها هي قالت لي أنا بسوي معك مشروع، كان حلم من 4 سنين والحمد لله تحقق. فيعني أنت أحياناً تقول يعني كلمة عبث بس مع الأيام تتحقق سبحان الله. فدائما يعني say positive يعني قول فعل خير positive words وهذا يعني عشان صح. رائع جدا. طيب أخيرا بدنا نعرف ليش اخترتوا دبي لتكون منصتكم الأولى لتبدأوا فيها البزنس؟ طبعا اختيارنا لدبي أولا مدينة الفرص، مدينة الأحلام، كل شيء يتحقق فيها طبعاً، وفي دولة الإمارات كل شيء يتحقق في دولتنا طبعاً، والدعم اللامحدود من الحكومة لمشاريع الشباب، فلذلك بدينا في دبي. طبعاً ما بتكون محطتنا الأخيرة دبي، إن شاء الله بجميع أرجاء الإمارات بنكون موجودين، بس كانطلاقة كانت هي من دبي يعني كالكور يعني. فهمت اسم دبي؟ الدعم من مؤسسة محمد بن راشد. جميل جداً. يعني هذا شيء كبير بالنسبة لنا بعد. بالنهاية بدنا نختم ونذكر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون. طبعا أورلا صالون ممكن يشوفونه في جوجل، وطبعا عندنا الانستغرام بيج حق التواصل بيشوفون كل الأرقام وطريقة التواصل للصالون. وهو رقم واحد يعني يشمل أورلا وستيتش آرت، يعني من نفس الرقم من نفس البيج أورلا they can find ستيتش آرت. بالنهاية بنشكركم كثير مدام عائشة ومدام فاطمة على تواجدكم معنا اليوم، مبارك عليكم الشهر ونتمنى لكم مزيد من النجاح والتوفيق يا رب. شكرا لكم ما قصرت وينعاد عليكم بصحة وسلامة إن شاء الله. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.